حدقة ليلى من الدروة. صباح الخير ليلى. صباح النور أخت سناء. أهلا وسهلا. كبيرة. الله يبارك فيك ليلى، مرحبا بك على راديو أصوات. شكرا لك بزاف على هذا البرنامج. منور بكم. وأنا جيت سعيدة اليوم للتواصل معك. وأنا كذلك. ربي يخليك. تفضلي، حنايا معاك طبعا بغينا تقدمي لنا عصير ديال الحامض، ومن بعد غادي تقدمي الأخوات طريقة تحضير واحد الحلوة اللي كيسولوا عليها كتير اللي هي الشهد. الشهد أو الشهدة. تفضلي. ألو، غادي ناخذ العصير ديال الحامض. عندنا فيه 4 حامضات مقطعين، وغادي نزولوا لهم هذوك العضيمات اللي فيهم. وربعة لتر ديال الماء. نيه. هذا الشيء كامل غادي نديره في الكوكوط وغادي نسدو عليه لمدة 5 دقائق. وطبعا الحامض بالقشرة ديالو. بالقشرة ديالو. من بعد غادي نفي، من بعد غادي 5 دقائق غادي نفي البوطة، غادي نحيد الغلاقة ديال الكوكوط وغنخليها تبقى تبرد. دابا واش السيدة تحسب 5 دقائق منين تصفر الكوكوط ولا 5 دقائق؟ منين تصفر. منين تصفر الكوكوط تحسب 5 دقائق. واخا. ومن بعد غادي تخلي ديك الكوكوط تبرد. غتخليها غتزول الغلاقه ديالو وغادي تخليها تبرد. من بعد غادي تطحنها مع السنيده حسب الذوق كل سيده. انت غالبا مثلا هذا القدر ديال الماء اللي درتي شحال تقريبا كديري له ديال السكر؟ تقريبا يعني على حسب كل سيده، رابعه ولا نص كيلو، يعني حيت الحامض مع هو يا حامض، يعني كاين سيده كتبغي حلو بزاف، كاين اللي كتبغي شويه ناقص. أيه. من غدا تطحني غدا تصفي. نعم. تصفي صافي وديري في قرايه عاد تديه في الثلاجه. وهذا شحال يقدر يشد في الثلاجه ليلى؟ شي 3 ايام هكاك. 3 ايام راه غيبقى مزيان وطري في الثلاجه. يبقى مزيان وطري. رائع عندك هذا العصير. نشوفوا الاقتراح الثاني ديالك اللي هو الحلوه ديال الشهده. عندنا هذه الشهده كتجي يعني عندنا فيها كاس ديال السنيده. وطبعا حنايا ما غننساوش انه اليوم كذلك غناخذوا المستمعه ديالنا اللي غادي تقدم لنا البليغه من مدينه مكناس، وكنا وعدناكم انه غادي تحصلوا على هذه الطريقه الرائعه. اذا الشهده هذه طبعا هي الحلوه اللي كتكون معسله وكتجي بحال الشهده ديال النحل في الطريقه ديال التزيين وديال التقديم ديالها. كتجيش معسله هذه الشهده، يعني كتقطع وكتحطيها في كتخمر. هذه كتخمر. اها واخا. عندنا فيها كاس ديال السنيده. وبيضه خماره فانيا. ايه. 10 دريه ديال خميره معجونه وكاس ما بين زبده وزيت. نعم. ونص كيلو ديال الدقيق وتقريبا نص سيطره ديال الحليب باش غادي تجمع لينا يعني كتكون خفيفه هذه. اذا نص كيلو ديال الدقيق ياك؟ ونص سيطره ديال الحليب اللي غادي يجمع لينا، يعني هذه كتبقى خفيفه. من بعد غادي نعجن هذا الخليط كامل اللي عندنا وندركوه مزيان ونخليوها ترتاح، يعني تيتضاعف الحجم ديالها. من بعد غنشكلوها قريصات صغار وغادي نحطها في المقلاة ثقيله، يعني عارفين السيدات المقلاة ثقيله. من بعد ما نكونوا دهناها بشويه الزبده والدقيق، من بعد غادي نخليو، يعني غنبقاو ندورو بها ديك المقلاة. غادي نبقاو نحطو وحده حدا وحده حدا وحده ونجيو عاد ثاني الوسط نبقاو نحطو وحده حدا وحده حدا وحده. من بعد غادي نخليوها تخمر شي 5 دقائق ولا 10 دقائق. وهي في المقله. هي في المقله. والسيده كتستفها كتستفها على شكل دائري بحال شهده النحل. بحال شهده النحل. من بعد غادي ملي غادي تخمر غادي هي تلاصق لينا. نعم. غادي ندهنو غنخليوها تخمر، ملي غتخمر غادي تلاصق. غادي ندهنوها بشوية البيض وقهوة سريعة الذوبان ورشو عليها شوية زنجلان من الفوق. إذا كترشي الزنجلان على الوجه من بعد ما تكوني دهنتيه؟ بالبيض. ولقاو السيدات يزيدو لها واحد التزيين آخر، يشدوها داك اللي في خويكم فيه طواكي معسلة. إيه. يعني هما راه ملولي كاين خضار كاين حمار صفر، يبقاو في كل وحده يحطوا فيها حبه من الفوق.
هي تجي حتى يعني غنصنع واحد المنظر غتجي في المنظر زوينه. ومن بعد الطياب ديالها يعني غتكوني شعلت الفران من قبل وسخنتي شويه وغادي ديريها من الفوق غتخليها طيب على خاطرها، تنقص على الفران وتخليها طيب على خاطرها حتى هي ما غتصيبها طابت من الفوق ومن التحت، ولكن غتبقى واحد اللاطه ديالك تطلعيها للفوق ما كديريهاش الوسط. لا كنطلعها الفوق اها صافي كتهبطي شويه من التحت. هي رائعه عندك هاد الطريقه. نعطيك واحد عندي واحد العسل نقول لك عندك طريقه تحضير العسل. اه واخا غادي ناخذوها من عندك لانه معنا اخوات على الخط باش هما نعطيوهم حقهم. واخا يلا ناخذ من عندك الاقتراح الثالث ديالك هاد الصباح ليلى اللي هو العسل في الدار. عندنا قالب ديال السكر مهرس وجوج ليطرو ديال الماء، نص كاس عسل الحامض وقشور الحامض، هادشي كامل كنديرو في الكوكوط وكنديرو فوق البوطة مهيلة وبلا ما نسدوها كنخليو تيطيب على خاطو. واخا كيبان لك هادوك. عاودي لي المقادير لأنه شوية كتزربي، عاودي المقادير غير بشوية باش ياخدوهم من عندك السيدات. واخا قالب ديال السكر مهرس، نعم، جوج ليطرو ديال الماء، نص كاس عسل الحامض، شور الحامض اللي عصرنا، صافي هادشي كامل غادي نديرو فوق في الكوكوط وغنديرو فوق البوطة مهيلة. نعم حتى كيطيب يعني حتى كنحسو بهذوك القشور ملي كنجبدوهم راه كيبان لينا هذوك القشور ولاو حمرين باش نعرفو العسل ديالنا بلي راه وجد صافي طاب. اييه وها هو طبعا راه هادشي كتطلع فيه الغليه والسيده خصها تبقى تحرك بلا ما يمشي يتحرق لها وكيولي وديك القشور الحامض بالنسبه لك قهويا هذه هي الاشاره انه العسل ديالك وجدات. شكرا لك بزاف ليلى ونتمنى انك دائما تكوني بصحه جيده وفرحانه مع راسك. تحيه لك ولناسك وحبابك بالذروه وانت سفيره ديالنا ديال اسوان.